Hi everybody! In this video, I'm going to give an idea about how to prepare a Moroccan tagine. At the same time, this is a vocabulary lesson about vegetables and spices. Assalamu alaikum. هذا الفيديو يقدم طريقة لتحضير طاجين وفي نفس الوقت هو درس لتعليم أسماء الخضر والتوابل المقدمة في هذه الوصفة. أحببنا تغيير طريقة تقليدية في تلقين المصطلحات، نرجو أن تعجبكم. لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم واشتراكاتكم وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. A tagine is a Moroccan traditional clay pot known with its conic cover. To prepare a tagine for four people, we need the following ingredients. لتحضير طاجين لأربعة أشخاص نحتاج للمقادير التالية: 750 غرام من لحم البقر، 750 غرام of beef، 2 حبتان من البصل، 2 onions، نصف كيلوغرام من الجلوانة، 1/2 kilo of green peas، 2 حبتان من الطماطم، 2 tomatoes، جزر، carrots، بطاطس 2 حبتان، 2 potatoes، نصف كأس من الماء، 1/2 glass of water، المقدونس والكزبرة، chopped parsley and cilantro، ثوم، garlic، olive، زيتون، preserved lemon، مصير أو حامض مرقد، ثم العطرية المغربية، we need salt، ginger، بابريكا، turmeric، black pepper. بالنسبة للملحة والتحميرة والإبزار نحتاج نصف ملعقة صغيرة، 1/2 teaspoon of these ingredients. خذ إناء كبير ونفرغ فيه نصف كأس من الماء. We pour 1/2 glass of water into a large bowl. كنضيف نصف الكمية من التوابل. We add 1/2 the quantity of spices that we have. Salt, ginger, paprika, black pepper, turmeric. كنوضعوا اللحم في الخليط وكنضيفوا فوقه الكزبرة والبقدونس والثوم، نصف الكمية اللي موجودة عندنا. We place meat in the bowl and we add parsley and cilantro and garlic. Then we mix and mess randomly. We put 1/2 of the amount of these ingredients because we'll need the remaining for later. This mixture is called in Moroccan Arabic sharmoula. These spices penetrate into meat and give it a good flavor. طريقة تحضير طاجين. Setting the tagine. كنفرشوا في الطاجين طبقة من الجزر لكي تحمي باقي المكونات من الاحتراق وإعطاء مذاق مر، لأن الجزر كيفرز الماء أثناء الطهي. In the tagine, we spread a layer of thick pieces of carrot in order to protect the rest of the ingredients from burning and giving a bitter taste.
Some people don't know that carrots secrete water when being cooked. هذاك الجزر كيطلق الماء ملي كيبقى يطيب فوق النار تيطلق الماء وهذاك الماء تيخليه شويه يطول ماشي بحال البصله الا درنا البصله دغيا كتحترق وكتعطي ديك المروريه. After that we spread a layer of onion and we put the pieces of beef. بعد ذلك تنفرشوا طبقه من البصل ونضع فوقها اللحم. We add the rest of onion. كنضيفوا ديك الكميه اللي بقات لنا ديال البصله اللي خلينا من الاول. حطوهم بواحد الطريقه اللي كل لحمه كل طرفه اللحم يوصلوا الطياب. الاخر نضيفوا هاد الشرموله البقايا ديال البصله غادي نديروها فوق هاد الحيمه ديالنا وبلمسه فنيه كنقومو بوضع البطاطس والجزر في الطاجين. With an artistic touch we arrange the pieces of potato and the sticks of carrots. Please note here that the clay pot tagine is not like a pressure cooking pot where you put thick pieces of vegetables. Tagine needs vegetables cut in thin slices so that they would be easily cooked. من بعد ما استفنا الخضره ديالنا البطاطس والخيزو يعني الجزر بهذه الطريقه هذه الجميله كنضيفوا جلبانه بهذه الطريقه هذه كنحاولوا نوضعوها فوق هذه المكونات كامله. At this stage we add green peas on top of all the ingredients. We also adorn with pieces round pieces of tomato like this and we put a round slice on top then we add a piece of preserved lemon. كما كنلاحظوا الان كنزينوا بالطماطم غادي نضيفوا هذا الطرف ديال الحامض المسير نحطوه هنايا والزيتون غادي نخليوه حتى يقرب يطيب ديك الساعه ونديروه نذوقوا الملحه على حسب كل واحد على حسب الذوق ديالو ديال الملحه والقياس ديالو ديال الملحه. من بعد كانت بقات لينا نصف ديال الكميه ديال العطريه غادي نجيبو كاس تاع الماء نخويه في اناء زلافه نضيفوا هذيك البقايا ديال العطريه كلها هذاك الكاس ديال الماء نحاولوا نحركوا مع من بعد غادي نزيدوا الربيع نحركوا هذه المكونات نزيدوا الربيع والثومه اللي بقات لينا ونخلطوا كل شيء باش ملي نخويوه فوق الطاجين ديالنا تدخل هاد الشرموله مع الخضره. Now we mix half the amount of spices that remained with water, garlic, parsley and cilantro and we pour them on the vegetables. اعزائي المشاهدين في هذه اللحظه هذه اللي قرب يطيب لنا الطاجين كنضيفوا الزيتون ما كنديروش كما لاحظنا في الاول كنخليوه حتى لدابا حتى الاخر باش غير كنديروه كنخليوه واحد شويه وكنطفيو علاش باش يحافظ لنا الزيتون على المنظر ديالو ما يتكمش ويبقى حتى يبقى زوين في الجوده ديالو.